خوارق مهمة جدا داخل فريق النادي الأهلي. النجم اللي موجود معايا النهاردة واللي هتستمتعوا بحلقة خاصة جدا معاه هو جونيور أجاييه نجم النادي الأهلي. مساء الخير يا جونيور، بتشرف ان انت معايا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي، وسعيد ان انا موجود معاك في حوار مميز جدا لكل جماهير مصر والنادي الأهلي. دي لحظة خاصة ليا وسعيدة بالنسبة لي إن أكون على قاعات النادي الأهلي وإن أقابل جماهير النادي اللي أنا بلعب له. البداية أنت من اللعيبة المميزة جدا، مش كمان في لعبك بس ولكن في أدائك وتحركاتك وأخلاقك، عشان كده جماهير النادي الأهلي بتحبك جدا، وكأنك لعيب موجود بقالك فترة. وحتى الكلام كمان ان جونيور من ولاد النادي الاهلي. ايه العلاقه اللي بتربطك بينك وبين جماهير النادي الاهلي؟ علاقه حب جميله بينا منذ بدايتي هنا مع النادي من سنتين، وحسيت ده اكتر وقت اصابتي، وحسيت قد ايه في مسانده من الجماهير ومن اللاعبين. على الفيسبوك وعلى الانستجرام كان في رسائل مسانده كتير ليا، دي حاجه انا قدرتها جدا وسعيد جدا بيها وسعيد بالشعور ده، وعمري ما كنت احس بالمشاعر دي من غيرهم. يمكن الرساله اللي محمل بيها من جماهير النادي الاهلي، كل ما اقول لحد احنا بقى رايحين لاجاييه هنصور مع اجاييه، يقول لي اساله اهم حاجه ان شاء الله هيرجع امتى ويكون سليم وان شاء الله يرجع بالسلام. بدايه انا سعيد بمسانده الكل ليا، انا كلاعب ايضا اتمنى اني ارجع في اسرع وقت، عشان طبعا بتمنى اني اكون موجود في الملعب واشارك مع زمايلي، واعتقد في خلال 3 شهور او يمكن اقل ارجع تاني للعب والعب تاني مع زمايلي. اكيد الجماهير عايزه تعرف في التشخيص منك عن نوع الاصابه بالظبط، رغم انه ذكر في تقارير طبيه قبل كده، وكمان الفترة أو التأهيل البدني اللي بتعمله عشان ترجع، وهل هتسافر برا مصر ولا كله هيكون جوا مصر؟ عندي مشكلة في رباط الركبة، لما طبيب الفريق بعت تقرير لألمانيا قالوا إن احنا مش محتاجين إن احنا نسافر، ممكن أخف هنا وممكن أعمل استشفاء في مصر. وطبعا انا بثق جدا في راي دكتور الفريق، وده صديق ليا وصديق لكل اللاعبين. وطبعا حكايه بنكسب وقت ان مفيش عمليه، فبقدر ارجع اسرع والاستشفاء بيكون اسرع. شايف ان عندك ثقه كبيره جدا في لعيبه كتيره، ممكن لما تقول لها انت هتتاهل في مصر ومفيش مشكله يقلق شويه، يقول لك لا انا عايز اسافر بره، عايز اروح المانيا، عايز اروح اسبانيا، عايز اعمل علاج بره. لكن انا شايف عندك حاله من الرضا والثقه في الجهاز الطبي للنادي الاهلي، واثق ان التاهيل ده ان شاء الله اللي هيرجعك بسرعه. طبعا انا بقدر قرار مجلس اداره وطبيب الفريق، طبعا الراجل عارف انا حالتي شكلها ايه، وقبل حتى ما كان دايما بينصحني وبيكلمني، وحتى بعد الاصابه انا حاسس ان هو دلوقتي موجود معايا بيديني نصايح، كل حاجه بعملها دلوقتي بيكون تحت اشرافه. لو قال لي اسافر كنت هسافر، لما يقول لي اقعد هقعد، وانا واثق ان كان في احتياج ان انا اسافر بره، النادي ما كانش ممكن يتاخر ابدا سواء المانيا او اي بلد تانية، عشان يهمهم ارجع في احسن حاله. لان انا عارف ان انا لاعب اساسي في الفريق، واكيد بيتمنوني افضل حاله، مش